تقارب صد الخلل حاذ بين المناكب والاقدام دانه بامي দেখে পায়ে পা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কথা শুরু করুন দুজনের মাঝে ফাঁকা জায়গাগুলো অবশ্যই পূরণ করুন মোবাইল ফোন সাথে থাকলে সাইলেন্ট করুন অথবা বন্ধ করুন আমরা খুতবায় বলেছি কাশ্মীরের মুসলিম ভাইদের জন্য আজকের জুমার সালাতে দ্বিতীয় রাকাতে বাদার রুকু রুকু থেকে উঠে আমরা কোনোতে নাজিলা করব الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمدا ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا لك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت ونستغفرك ونتوب إليك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم اليهودي والمشركين. اللهم احفظ ديارنا وديار المسلمين. اللهم احفظ ديارنا وديار المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمرتدية والمشركين. اللهم انصر المسلمين. اللهم انصر المسلمين في بلادنا وفي كل مكان. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين في بلادنا وفي كل مكان. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم احفظ المسلمين، اللهم انصر المسلمين في بورما وفي سوريا وفي فلسطين وفي الهند وفي كشمير. اللهم انصر المسلمين في كشمير، اللهم انصر المسلمين في كشمير، اللهم انصر المسلمين في بورما وفي سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم احفظ المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا. اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام، وما توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم اهلك الهند، اللهم اهلك الهند، اللهم انصر المسلمين في الهند وفي كل مكان، وفي سوريا وفي فلسطين وفي كشمير. اللهم احفظ ديارنا وديار المسلمين، اللهم احفظ عزتنا وعزة المسلمين. اللهم احصهم عددا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما. اللهم اهلك المدي، اللهم اهلك المدي، اللهم اهلك أعداء المسلمين، اللهم اهلك أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم احفظنا من أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم احفظ عزتنا، اللهم احفظ أموالنا، اللهم احفظ أولادنا، اللهم احفظ لوالدينا، اللهم احفظ أطفالنا من أعداء الإسلام والمسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم